صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، أو بالأحرى صباح انقطاع الكهرباء والشح في مادة المازوت وأيضا البنزين. ها هي السيارات والطوابير تعود إلى الصورة اليوم جراء انقطاع مادة البنزين أو حتى إعادة عودة الأزمة، فتحة الاعتمادات، وبالتالي عم نرجع نشوف الزحمة السير على أمام محطات الوقود. كما تشاهدون بالصورة خلفي نحن موجودين على الأوتوستراد جل الديب، تقريبا عم نشوف كيف السيارات عم بتكون موجودة بكثرة وبزحمة سير خانقة أمام على طول هيدا الأوتوستراد، مما طبعا عم بيشكل عائق أمام كل المارين من هنا. يعني مرحبا، ما بالك تحكي؟ عم نسأل اليوم الأزمة مثل عم ترجع تنعاد، يعني مثل كأنه مسلسل ما عم نخلص منه. من امبارح بلشت، امبارح أحد بلشت. ايه، وحتى اليوم من زحلي لهون ما في من زحلي. حضرتك جاي من زحلي لهون ما في بنزين؟ ايه، جاي من الفرزول. من الفرزول لهون ما في. كمان ايه في عجقة كثير على الكازيات، يعني هاي اليوم هلا في شيء 50 60 سيارة، هاي قليل. ما في حدا. بعدين هيدي المحطة عم بتعبي، ولكن في محطات تانية مسكرة يعني. أكثر مسكرة. صحيح. أكثر مسكرة. إيه. وحتى في بعض طرمبات امبارحيات العداد تبعهم شغال. هذا دليل على إنه في عندهم وما عم بيعبوا الحدا. شكرا لك على هيدي المداخلة. عم نشوف كيف أيضا يعني بعض السيارات مسكرة الأي سي بسياراتها، لانه طبعا يعني هون لا يقدر يكفيها، يعني بالاحرى نوع البنزين. نحن هون على الاوتوستراد وعم نقدر نشوف كيف يعني عم ترجع تعيد. مرحبا، يعطيك العافيه. يعني مثل مسلسل ما عم نقدر نخلص منه، كل فتره وفتره عم نرجع على طوابير البنزين مع كل فتح للاعتمادات. شو بتقول اليوم؟ ما لك بدي اعتذر منك، خلص ما بدك تحكي، نحترم هالشيء. يعني معصبين العالم، مش كتير الوضع عم بيكون صعب على كتير من الناس. طبعا يعني نحن عم نشوف كيف زحمة السير ولوين واصلة. منذكر بأنه نحن خلال مجيئنا عدد كبير من المحطات أغلقت. من وين جاي؟ شو جاي؟ عبي بنزين. طيب وكيف ملاقى كل المحطات اللي قبل؟ شو الوضع؟ من الوضع غير شكل كتير حلو، يعني هيدي السخرية إذا صح التعبير تجدل الإشارة إلى أنه هناك معلومات صحفية تشير إلى التوجه لرفع الدعم عن البنزين وتحرير سعره وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لتصبح صفيحة البنزين بما يوازي 20 دولار أمريكي للليرة اللبنانية. هذا الأمر سيتم مناقشته غدا خلال اجتماع سيعقد، وسيكون في نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وزيرين ريمو غجر ورؤول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسيخصص كما ذكرنا لمسألة رفع الدعم عن البنزين والمازوت. من الاقتراحات اللي سيتم مناقشتها بحسب المصادر الصحفية بأنه إنشاء منصة شبيهة بتلك التي اعتمدت في فترة الإقفال بسبب كورونا، تتيح لكل صاحب سيارة مسجلة ومسددة رسومها أن يحدد موعدا عبرها للاستفادة عبر المحطات المرخصة من 4 صفاحح بنزين بسعر مدعوم، أي الكمية التي تزيد عن ذلك سيكون مرغما على شرائها بسعر غير مدعوم. عم نشوف يعني للأسف هيدا المشهد عم يتكرر مرارا وتكرارا، يعني ما من في الصبح على أزمات متتالية. أزمة البنزين هي وحدة، ولكن الأكبر اليوم هي انقطاع مادة المازوت عن المستشفيات وأيضا يعني الأفران.
هلا بحسب ما هيدي المصادر يتم التحدث او يتم التحدث عن انه سيتم خلال هذا الاجتماع استثناء المستشفيات والارفران من رفع الدعم لتجنب رفع سعر الخبز ومشتقاته والطبابة كذلك. هناك نقاش حول إمكانية شمول المولدات بالدعم وعددها حوالي 3500 في لبنان، في حين يعارض البعض هذا الخيار كي لا يتحول بعض أصحاب المولدات إلى تجار مازوت في السوق السوداء مثل ما عم بيصير اليوم. عم نشوف هون يعني فينا نقول أنه في نظام، في صف عم بيتم الالتزام فيه، ولكن في مناطق أخرى للأسف عم بيصير في عنا إطلاق نار، عم بيصير في عنا حوادث، عم بيصير في عنا عراك يعني عراك شديد، وعنا شجار عم بيصير على صعيد كتير كبير بين المواطنين جراء انقطاع مادة البنزين، أو حتى مجرد السؤال أو المعرفة أنه ممكن يكون في عنا أزمة جديدة مع إعادة فتح الاعتمادات. طبعاً بطبيعة الحال دغري بيصير في عنا أزمة مازوت، لحد أكيد صار في توقف لمادة المازوت. مرحبا، يعطيك العافية. حضرتك هون يعني خبرنا هيدا المشهد قد ايه صار له؟ صار له مشهد هذا أكثر من 3 أشهر تقريباً. يعني أنت من الأشخاص اللي قاعد حد هيدي المحطة من الأساسيين، 3 أشهر عم بتشوف نفس المشهد، مع كل حديث عن فرح في إعادة فتح الاعتمادات دغري بتنصب هيدي المحطة سيارات على المحطات. نعم بتقربوا للناس أكثر شيء على الأوتوستراد، ما بيحبوا يفوتوا لجوا، بفكروا إنه عجل السير ضيع وقت، بيستقربوا على الأوتوستراد بيصير هجوم على ترمبات المحطات اللي موجودة على الأوتوستراد يمين وشمال. مشان هيك هذا هلا بعد شوي متوقع يكون في زحمه سير خانقه هون. لانه عم بيقولوا الجمعه الجايه في ازمه فيول، مشان هيك العالم عم تعمل هجمه على البنزين كل محطات كل لبنان، خاصه الاوتوستراد. اكيد بيصير في مشاكل كثير، ما بعرف طبعا. نحن نظمناها شوي، صار في شويه مشاكل بتقليعتنا، بعدين تعود، صار ممنوع ما بيقربوا، بيعرفوا انه هون نظام، بيجوا بيقفوا بالدور بيعبوا، خفت مشاكل يعني 95%. من وراء النظام قدرتوا انه هيدا تعودوا، بطلوا يدوبلوا. اول شيء كانوا يجربوا يدوبلوا، هلا بطلوا يجربوا، تعودوا انه هون بالنظام. هلا حيضلوا فاتحين المحطه؟ عادي للساعه 7 عشيه كل يوم، الساعه 7 عشيه، لانه نحن وجايين في كثير من المحطات بالعاصمه بيروت كانت مسكره، وقفت تعمل والتوتال شركه كبيره، اكبر شركه منهم. هلا مرقت على التوتال غسلت، ما عندهم بنزين، غسلت سيارتي لان هون ما عندنا وقت، مش فاضي. حضرتك تشتغل بقلب المحطه؟ انا الاورجنايزر يعني المنظم. اوكي، يعني اليوم خبرنا اكثر عن هيدي الازمه، انتم كيف عم بتقدروا تسيسروا اموركم؟ يعني قدروا انهم يوصلوا لكم بنزين اليوم؟ هل في وعود ربما؟ لانه طبعا في نفاذ للمخزون بحال قدرتوا. مش نحن موظفين من مشي الامور مثل ما هن على الشركات، والكونتاكت مع الشركات الاكبر الشركه بيحكوا، المدراء والشركه هن بيحكوا، نحن ما عندنا طاعات اننا بدنا نجيب بنزين. نحن منبيع البنزين، منصرف البنزين، عرفتي؟ منسهل امور المحطه. هاي الشركات كونتاكت دايركتلي مع الشركه عندنا اليونايتد. اكيد، بس انه بتسمعوا بهالاطار انه في بسمع اوقات بسمع خبرين ما بتكون مزبوطه، بفضل انه انا ما اقول شيء الا ما اكون اتاكد. طبعا كمان ما يصير في حاله زعر كثير كبيره عند المواطنين. أكيد أكيد كمان 100% 100%. شكرا لك استاذ على هيدي المداخله. يعني منشوف مشاهدينا الكرام مثل ما ذكرنا بانه هيدي الازمه عم ترجع تتجدد يوم بعد يوم، مع كل اعاده فتح للاعتمادات بالبلد اللي بعد لليوم ما عم يقدر يلاقي ولا اي وسيله تيجنب هيدا الشعب الذل والقهر على محطات الوقود، على قطاع الكهرباء. اليوم في كثير من المواطنين بالعاصمه بيروت بالامس لم يستطيعوا ان يناموا، يعني انقطاع المستمر للكهرباء بظل حراره عاليه جدا عم بتعيق حتى قدرتهم على الاستمرار في هذه الحياه
كنا عم نسمع ايضا عن ازمات في المستشفيات ستكبر وتكبر في الايام المقبله، وربما هلا تم دعمها ليوم واحد ولكن هيدي الازمه رح تستمر اكثر واكثر. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعه، كانت معكم غيدة جبيلة وربيعة داعوق.